عبر الهاتف الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا مرحبا. إذا هناك أرقام بترصد لنا الحقيقة على مدار الست سنوات الماضية في مسألة إعمار بيوت الله، كيف تعقب على هذه الأرقام ردا على شائعات الجماعة الإرهابية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. المساجد هي أطهر بقاع الأرض، وأرض المسجد تكتب في السماء قبل أن تكتب في الأرض، والله تبارك وتعالى أمر ببناء المساجد ونسبها إلى نفسه نسبة تشريف وتكريم، فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن فضل الله تبارك وتعالى على بلادنا أو على مصرنا أن وزارة الأوقاف أخذت على عاتقها إقامة المساجد في كل مكان يحتاج لإقامة مسجد، فلوزارة الأوقاف جهد كبير في إعادة إعمار المساجد التي أغلقت منذ فترة، ولوزارة الأوقاف جهد كبير لأن وزارة الأوقاف تعلم جيدا ما للمساجد من مكانة عند الله سبحانه وعند الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقال سيدنا سعيد بن المسيب: إن لزوار المساجد من عباد الله أوتادا وهم الملائكة، فإذا فقدوهم سألوا عنهم، فإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وزارة الأوقاف تعلم مكانة المسجد جيدا، فوزارة الأوقاف تقوم مشكورة بإعادة إعمار المساجد التي أغلقت وبإقامة مساجد جديدة في الأماكن التي تحتاج إلى مساجد، وهي الأماكن التي بها كتلة سكنية، وسواء كان ذلك من فرش أو خدم أو ما إلى ذلك، لأن الأوقاف تعلم جيدا ما للمسجد من مكانة عند الله وأيضا مكانة عند الناس. لذا وزارة الأوقاف في مصر تهتم بإقامة المساجد وبإعمارها، ودعونا من الشائعات المغرضة التي من شأنها بث الفرقة بين أفراد الشعب، لأن المغرضين يأتون إلى هذا الحال أو إلى هذه الثغرة ويدخلون بها للناس من أجل أن يشتتوا أفكارهم. ولو أننا نظرنا إلى وزارة الأوقاف، فإذا جاء متبرع لبناء مسجد فإن الوزارة تيسر له وتسهل له وتعطيه كل المقومات لإقامة هذا المسجد. صحيح. على أن يقوم بتسليمه في أقرب فترة ممكنة. هو بالفعل فضيلة الشيخ في 96 مسجد بالجهود الذاتية اللي تم تحت إشراف وزارة الأوقاف، وده بخلاف المساجد اللي بتبنى أصلا من قبل وزارة الأوقاف. غرس المسلمون الأرض مساجد، ولكن هذه المساجد لا تبنى إلا بموافقة مديريات الأوقاف الموجودة أو من وزارة الأوقاف. فإذا كان المكان محتاج إلى بناء مسجد، قامت الوزارة بإعطاء تصريح وساعدت المتبرع أو المتبرعين بإقامة هذا المسجد، لأن المسجد في الأرض هو المنارة لأهل الأرض وهو منارة لأهل السماء، وفيه يجتمع الناس لذكر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من توضأ في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره، وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطوة التي يخطوها الإنسان إلى المسجد تمحو خطيئة وترفعه درجة عند الله. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يبنوا بيوتهم بجوار المساجد طمعا في كثرة الخطى إلى المساجد، لأن كثرة الخطى إلى المساجد تمحو الذنوب والخطايا وتقرب الإنسان من الله تبارك وتعالى. فوزارة الأوقاف المصرية لا شك أن لها دور فعال في إتمام المساجد وفي تنظيف المساجد وفي رعاية المساجد وفي المحافظة على المساجد. وما يحدث في المساجد الآن تجاه جائحة كورونا إنما هو لمصلحة المواطن، ليس لمصلحة وزارة الأوقاف. طيب فضيلة الشيخ، اسمح لي في الأرقام اللي ذكرناها، إنه مصر بتفتتح اليوم فقط يعني 130 مسجدا في 18 محافظة. بنتكلم هنا عن عدد كبير جدا من المحافظات، ليست فقط يعني المحافظات الرئيسية أو العاصمة أو المحافظات الموجودة في بجوار العاصمة، لكن بنتكلم عن عدد كبير من المحافظات، وبالتالي عدد كبير داخل
هذه المحافظات من المساجد طبيعة البناء الجديد من خلال تصريحات كل الموجودين في وزارة الأوقاف ومن خلال حتى عدسات التصوير بتبدو كأنها يعني مساجد كبيرة، هناك ضوابط، هناك رقابة، هناك وضوح أكثر من الزوايا القديمة من المساجد الصغيرة القديمة، وده بيساهم بدرجة كبيرة جدا في تحجيم وتقليل ومواجهة الفكر المتطرف. إزاي حضرتك ممكن تشرح لنا هذه الجزئية؟ المساجد العشوائية والزوايا المخصوصة ينبغي أن تغلق نهائيا، ينبغي أن تغلق نهائيا، وإنما يركز على المساجد التي لها رواد والتي بها إمام، لأن وجود الإمام في المسجد هو أساس المسجد، فمسجد بلا إمام كمستشفى بلا طبيب. فالإمام مهمة خاصة، فلا بد أن يقوم الإمام بأداء دوره، وليس هذا العدد وفقط الذي تقوم به وزارة الأوقاف في المحافظات الكبرى، وإنما في شتى محافظات الجمهورية، بل وفي شتى القرى كلها الناس يقومون ببناء مساجد، وهذا البناء لا يكون إلا تحت إشراف وزارة الأوقاف، فهذا جهد لها، وأرجو أن تستمر وزارة الأوقاف في ذلك وتكثر من الاهتمام بمساجد ببيوت الله تبارك وتعالى. ولا تضع في المساجد إلا الأئمة الأكفاء الذين يستطيعون أن يواجهوا الفكر المتطرف عن طريق هذه المساجد. أما الزوايا التي قاموا بافتتاحها قبل ذلك تحت البيوت والعمارات وما إلى ذلك بمساحة 20 متر و 30 متر و 50 متر، هذه المساجد يجب أن تغلق تماما، أو أن وزارة الأوقاف تقوم بالاهتمام بها وبوضع وبتصويب النظر إليها لترى ما يدور فيها. طيب، فيما يخص مسألة أيضا الشائعات وما تردد في الفترة الأخيرة، واللي الدولة الحقيقة بترد على هذه الشائعات ليس فقط بالحديث أو الأخبار أو فقط الأرقام يعني، ولكن بترد بتحركات على الأرض. إزاي حضرتك بتشوف هذه الشائعات فضيلة الشيخ؟ أولا الشائعة كفاها أنها شائعة، أي لا أساس لها، ومطلق هذه الشائعة لا يريد بها خيرا، وإنما يريد أن يبث الفرقة في نفوس الناس، ولذلك من أشاع على مسلم إشاعة قبحه الله به في نار جهنم، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بألا نصدق كل ما نسمع، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في عقر داره. فأصحاب هذه الإشاعات مرضى لا هدف لهم إلا بث الفرقة بين أفراد المجتمع ككل، وأصحاب هذه الإشاعات خائنين لله ولرسوله وللمؤمنين. وينبغي على المسلم إذا سمع شائعة فلا يصدقها حتى يتثبت من صحتها أولا، فإذا تثبت من صحتها ناقش المسؤول في كنهها وعن وضعها ومن أين صدرت ولماذا صدرت، لأن مصر مستهدفة، مصر مستهدفة، وللأسف الشديد أنها مستهدفة من بعض أبنائها، ولكن مصر حفظها الله تبارك وتعالى، فهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها، ومن زمن قديم تعرف القاهرة بأنها بلد الألف مئذنة، هذا منذ غابر الأزمان، فما بالنا في هذه الأيام. وقد غرس المسلمون في الأرض المساجد، لأن غرس المسلمون الأرض مساجد، لأن المساجد هي المكان التي يأوي إليها الإنسان، التي يستريح فيها إذا جلس فيها، لأنها بيت الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى
أمر أو بين أن من توضأ في بيته وجاء إلى الله في بيته فحق على المزور أن يكرم زائره من باب التفضل والإنعام. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ في بيته وجاء إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى، الحديث المعروف الذي كلنا نعلمه ونعرفه، فالمساجد حرمة وللمساجد مكانة وينبغي أن نحافظ عليها. وعلى رواد المساجد ألا يصدقوا لمثل هذه الشائعات التي من أجلها بث الفرقة وإشاعة الفوضى في مصرنا، ومصرنا هي البلد الأم التي حفظها الله تبارك وتعالى، والتي قال سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر هي بلد الأمن، هي بلد الأمان، هي بلد الرخاء، هي بلد هي كل شيء. مصر هي بلد كل شيء، وحب مصر من الإيمان، لأن حب الأوطان من الإيمان. فينبغي على كل مخرب أو كل بث للإشاعة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي وطنه. أشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك.